الآن موجز العاشرة مساء يأتيكم من مساء، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا اليوم في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا. وأدان السيسي بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف بوحشية المصلين فأسقط العشرات منهم ما بين شهيد ومصاب، مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر. تلقت وزارة الهجرة بلاغا من أسرة أحد المصريين المقيمين بنيوزيلندا تفيد بوفاته في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في المسجدين. وعلى الفور تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأسرة المواطن لتقديم واجب العزاء. وخلال الاتصال أشار أهل المتوفى إلى أن هناك 3 مصريين استشهدوا في الحادث وطالبوا بسرعة إنهاء الإجراءات وشحن الجثامين إلى مصر. من جانبها أكدت الوزيرة أنه فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين ستقوم الوزارة فورا بإنهاء كافة الإجراءات. هذا وتقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسر المفقودين وشددت على المتابعة الفورية لكل ما يستجد من تفاصيل. أعلنت هيئة السكك الحديد عن تأخر قطار رقم 343 ركاب القاهرة الصالحية بين محطتي القاهرة وشبرا الخيمة بعد قيامه من محطة القاهرة نتيجة عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة من المحرك الداخلي للجرار وتم إخمادها بطفايات الحريق. وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد أنه على الفور تم الدفع بجرار آخر لاستئناف القطار رحلته، كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث. أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري وجود 20,000 عنصر من داعش في سوريا والعراق. وقال جيفري في تصريحات له أنه يعتقد أن هناك ما بين 15,000 و20,000 من أتباع داعش في سوريا والعراق، الكثير منهم خلايا نائمة، مشيرا إلى أن هناك جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مطالبا الدول التي لديها مواطنون في صفوف داعش معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية أن تتسلمهم مع عائلاتهم لتحمل عبء محاكمتهم وإعادة تأهيلهم. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مجددا رغبة بلاده في السلام وعدم الحرب مع الجيران بما فيهم الهند. وأكد خان خلال كلمة ألقاها أمام تجمع في منطقة باجور الباكستانية المحاذية لأفغانستان أن جهود باكستان للسلام لا ينبغي اعتبارها ضعفا، مشيرا إلى أن بلاده طلبت مرارا من الهند الحوار لحل القضايا العالقة بما فيها قضية كشمير، لكن الحزب الحاكم في الهند يسعى لاستغلال الحرب مع باكستان لتعزيز شعبيته في الانتخابات المقبلة، معربا عن مخاوفه حيال اتخاذ حكومة الهند أي إجراء لضمان الفوز في الانتخابات، مشددا على ضرورة الإبقاء على حالة التأهب خلال 30 يوما المقبلة. ورياضيا، تعادل فريقا الانتاج الحربي والنجوم بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز. وسجل توسن أمويلي لاعب النجوم الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 9 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يحرز محمود مسعد لاعب الانتاج هدف التعادل في الدقيقة 15. وبهذا التعادل رفع الانتاج رصيده للنقطة 32 محتلا المركز 7، فيما رفع النجوم رصيده للنقطة 23 محتلا المركز 17. وصلنا مع حضراتكم لنهاية موجزنا الإخباري، شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.